يا صباح الخير أعزائي المتابعين، بدي أحكي لكم اليوم وصفة حلوة كتير، أو أعمل لكم إياها، اللي هي وصفة من التراث الفلسطيني، وصفة لذيذة جدا جدا، وأنا من عشاقها طبعا. يعني أنا كتير كنت أحبها، الله يرحمها أمي كانت تسويها وكنت أحبها كتير، وهلأ بدي أعمل لكم إياها لأنه عن جد هلأ موسمها. في عنا زيت جديد، وفي عنا المكونات، فلازم احنا نعملها. وزمان كانوا يعملوها بطحين القمح، هلا احنا بنعملها بالطحين الابيض. بدكم بتخلطوا خلطوا زي ما بدكم، كله بصير. هلا مكوناتها بدي احكي لكم بالبدايه، اللي هي مكوناتها العدس والطحين، طبعا زيت الزيتون والبصل. هاي هي مكوناتها الاساسيه عشان تعطينا نكهه كتير زاكي. طبعا بهاراتها ما بدها شويه ملح، فلفل اسمر وكمون، واللي بده يضيف اضافات هو حر، هذه اختياري. اهم اشي حكيت لكم العدس والعجين والبصل وزيت الزيتون، وهي بيحكوا عنها اصولها فارسية، ما بعرف هي اصولها ومعناها رشت ومعناها الخيط الرفيع. احنا بنعرفها ببلاد الشام، بالجزائر موجودة، بيعملوها بمرق اللحم او الدجاج. احنا بنعملها بهاي الطريقة. وهلا خلينا نروح على الوصف نبلش فيها، واحنا مبلشين بنحكي عنها. هلا هدول كوبين من العدس، هذا اهم شيء، كوبين من العدس، بدهم كوبين ونص طحين. هدول كوبين عدس، خليني اروح انا اغسلهم، بحطهم على الغاز، وانا حاطه عدساتي على الغاز عشان اكسب معاكم وقت. هياهم على النار، هي عدساتي على النار، شلت عنهم هاي الزفره اللي بتطلع زي زفره اللحمه بتطلع للعدس. بنخليهم يتفتحوا ويستووا، وبعدين بدنا نعمل العجين، لانه العجين اصلا لازم نكون عاملينه. وانا عملت قبل التصوير عجين عشان يرتاح، لازم يرتاح هذا العجين. وبعدين راس البصل بنفرمه بنحطه بالقلاي، وبنحط عليه هاي الكاسه تبعت زيت الزيتون. بدنا كاسه تقريبا او اكثر، انا بغمره يمكن هلا احتاج اكثر. لازم ينغمر البصل، هاي تقلايه اخر اشي بنقليها للرشته. طبعا راح اضيف، ما بتكفي كاسه، شايفين انا على التجريب. طبعا امهاتنا الله يرحمهم كانوا يطبخوا على البركه، وانا حاولت اوصل لمقياس معين عشان اشرح لكم عنه. وهلا ضل عنا شو؟ ضل عنا يا جماعه ضل عنا الطحين، كاستين ونص طحين لكاستين العدس. في منهم بيعملوا كيلو طحين لكيلو العدس عشان ما تتخربطوا. هاي كاستين ونص طحين، وما بدهم مي كتير، بدهم مي شو اسمه، شوي زي خبز الكماج. وهي الملح لازم نملحها عشان ما تلزق بايدينا وتغلبنا، وطبعا الطعمة بتأثر على الطعمة. هلا بدي أعجنها قدامكم، خليني أشيل الأشياء. تعرفوا الستاند تبع الكاميرا بيغلب، أنا دائما بحكي يا إما الحرارة أو بيغلب في وضعية إني أنا أصور وأجيب الصورة منيحة، وبنفس الوقت أكون مرتاحة بشغلي، فبدكم تتحملوني. شايفين هاي؟ أنا تقريبا ثلث أرباع الكاسة حطيت مي، لسه هي انا بعجن، ما تكتروا، شوي شوي اعجنوا عشان ما تطرى معاكم وتصير تغلبكم بالشغل. بعدين بدي احكي للمبتدئات اذا هم او عاملات، الله يعطيهم العافيه، بيطلعوا من الصبح على شغلهم، بامكانها الوحده تستخدم الفوتوتشيني وتدبر راسها. يعني انا كثير بكون مستعجله، اولادي مشتهيين الطبخه، بسوي لهم اياها بالفوتوتشيني. بدكم اياها هيك هيك على اصولها، منضلنا نعجن. هيني يمكن انا احتاج كمان شوية مي، خليني بس اعجنها اول واتأكد انه هي ان شاء الله تكون الامور واضحة قدامكم. تعرفوا الفوتوتشيني تقريبا، يعني انا مع العيار اللي انا بعمله تقريبا لكل نص كاسة عدس، خليني احكي لكم عنها عشان اللي متغلبة. هاي انا كملت، بدي اكمل على الكاسة للكاستين، اشوف هاي انا حطيت كمان، كملت على الكاسة وما اخذتها كلها، شايفين لسه فيها مي. احنا بنعجن بالتدريج، انا عاجني عجينة لانه لازم ترتاح. يعني انت لما بدك تسوي زي هيك رشتة
بتصحي الصبح بتعجني العجينه وبتبلشي ترقي فيها، وبتحطي عدساتك على النار، ما بترقي العجينات ولا العدسات جاهزين، وبتطبقيها للطبخه وبتسكبيها لاولادك. طبق دافي بالشتويه وطبق مغذي وطبق زاكي. يعني انا بحس انه يمكن الجيل الجديد ما بيعرفوها، بس انه الاميات اذا زي مثلا بضلوا يدوروا على الاشياء التقليديه. شوفوا هاي انا بدي المها للعجينه، هاي هيك خلص زبطت معي، بس بدي المها بشويه المي اللي انا حطيتهم، يعني ما كملت الكاس، هي ضل فيها مي حتى. وهيك بتلبيها. بتتذكروا انا حكيت لكم بالمعجنات انه بتلفي 20 لفه عشان انت تتاكدي انه هي تلبت العجينه مزبوط مزبوط وتشربت السوائل وما ضل فيها ولا كعبوله ولا اي اشي، وبتغطيها وبتتركيها ترتاح، بتروحي بتشربي قهوتك، بترجعي بتلاقي العجينه بتجنن. بترقيها، شايفين هيك كيف تشربت السوائل؟ خلص انا مش بحاجه ولا لاشي غير اني البيها، فبدي اشيلها عشان ما اطول عليكم وافرجيكم العجينه الجاهزه. هياها خليني اشيلها. بالنسبه خليني اغسل ايدي. بالنسبه للفوتوشيني بتحطوا نص كاسة عدس، بتسلقوها على النار، بدها تقريبا نص باكيت الفوتوشيني او 500 جرام. شايفين هذا الفوتوشيني نص الباكيت، نص هذا الباكيت الفوتوشيني بده نص كاسة عدس، نص باكيت نص كاسة. ولما تيجوا تقلبوا البصل اخر اشي لانه الرشتة فيها طحين، فعشان تتماسك وتصير زاكي هيك كريمية بتكون المية تبعتها، بتحطولها معلقة ملح مع البصل اخر اشي وانتوا بتقلبوا بالبصل، بتطلع معاكم بتجنن عن تجربة. العدس بده ملح ومعلقة فلفل، نص معلقة فلفل اسمر ومعلقة صغيرة كمون. انا ما بحب كتير طعمة الكمون فيها، بحب طعمة الرشتة بس عشان النفخة يعني. هاي هيك خلصنا البهارات والملح تبعت العدس. عجننا العجينة، حطينا الزيت على البصل، ضايل اروح ارق العجينة وافرجيكم خطوات العمل. بس احط الكاميرا على الجهة الثانية على الطاولة وافرجيكم الطاولة الثانية وافرجيكم طريقة العمل. وهيك هلا بنسوي العجينة. هاي العجينة مرتاحة، عملتها من الصبح، شايفين هاي قطعتها ومرتاحة العجينة، وهلا بنرقها. شايفين الخطوات كتير سهلة. خليني ابعد شوي عشان الستاند ما يتحرك الكاميرا، ان شاء الله تكون الخطوات واضحة. بدي اشوف الكاميرا جايبه كل التصوير. هيها المفروض انه الكاميرا، بيحكوا لي احيانا بتكون الكاميرا على جنب، انا طبعا الكاميرا على جنب لانه بكون احيانا مش عارفه شو هذا اللون، يمكن صبغه. المهم الكاميرا بتكون على جنب وانا بصور طبعا، لانه احيانا بكون بكتفي الكاميرا وانا بدي اعمل لكم اصور لكم الاشياء جاهزة كاملة، فبتطلع معي على جنب، فسامحوني يا جماعة. المهم بتكون الخطوات واضحة. شايفين كيف انا برق هلا العجينة؟ طبعا انا رح ارق لكم وحدة لانه هذا العيار هو طلع معي 3 رغفة، في ناس بيمدوه كله كامل، بس انا عشان افرجيكم للمبتدئات اللي هم جديد على الفوتوشيني الفلسطيني. هذا فوتوشيني فلسطيني، ها يعني مش ما تفكروا بس الايطاليين هم اللي بيعملوا فوتوشيني واحنا كمان بنعمل. هاي كتير كتير طبخة زاكية. بعدين كانوا زمان يعملوها، كانوا يعملوها حكيت لكم بطحين القمح، مش بالطحين الابيض. احنا اليوم
اغلب اكلنا بالطحين الابيض، واللي بدها تعمل بالطحين القمح تعمل. بهاي السماكه شايفين، ان شاء الله تكون واضحه، بهاي السماكه تقريبا الرغيف بكون عندنا. احنا حكيت لكم العجينه نفسها هاي 3 رغفه، نعمل هيك شايفين، نعمل هيك بنلفها رول. بدكم، في كانت امي تعملها هيك يعني مستطيله، زي ما بدكم بصير، كله بصير. المهم احنا، وفي ناس بيعملوها صغيره صغيره، يعني في ناس بيبلشوا يعملوا هيك وهيك، بس اذا بدك اياها رول بدك تعمليها او طويله، يعني خيوط رفيعه وطويله بتعمليها هيك. وفي عشان مبتدئات، اذا انتم بتخافوا تحطوا العجين، لانه العجين بده يصير بالتدريج هلا على الطنجره، اذا بتخافوا انه تحطوا العجينه وتخبص معاكم، العجينه بدها تنحط شوي شوي وعلى دفعات وتحركي، على دفعات وتحركي. اذا بتخافي كمان من هاي المرحله، شمعيها بالفرن، يعني شغلي الفرن واطفي الفرن، وبعدين بعد ما تطفي الفرن بتعملي شو اسمه، بتحطي الصينيه تبعت الفوتوشيني، تبعت الرشته اللي هي العجينه، بتحطيها بالفرن هيك شوي تتشمع عشان ما تغلبك وما تعجن. هاي خطوات انت اذا كمبتدئه انا بحكي لك عنها، لانه كثير في وصفات الواحد ممكن يعملها تريحه. شايفيني بنعمل هيك، ها حتى اذا بدك تخافي ها اعملي هيك، بس ما بتاخدي هذا الطحين، احنا بدنا طحين بس مش هالقد يعني. شايفين بنعمل هيك، طبعا هي هلا ملبسه بالطحين. هاي خلصنا الوجبه هاي صح؟ نيجي بنفردها. انا عملت رغيفين هياهم، وبنحط عليهم هدول هيك، صاروا جاهزين كلهم عشان نوديهم على شو اسمه النار. هاي هدول انا شوفوا ها طلعوا كيف، هاي شمعتهم هدول شوي بالفرن وهدول ما شمعتهم، كله ما بيفرق. بنصير ناخذ ونحط بالطنجره ومنجرب. هلا قدامكم فرجيكم الخطوات بالضبط. انا هيني عملت لكم كل اشي قدامكم تقريبا، هاي الكميه المفروض تكفي للوصفه تبعتنا اللي هي 3 رغفه، طلعوا 2.5 كوب طحين. بدي اروح على الطنجره ونبلش شغل، وان شاء الله ونحط الزيت والبصله على النار، لانها بتطول تقريبا بتاخذ ربع ساعه، فكله بحطه على النار مع بعض تطلع طبختنا سوا. بنظبط الملح وبنظبط كل اشي. يلا على الطنجره على الغاز. هاي انا حطيت الكاميرا على الطنجره على الغاز، شايفين العدس طبعا هيو مستوي، شايفين هيا الحبه مستويه هيك، العلامه تكون مستويه وحامله شو اسمه، يعني متماسكه مع بعضها. هلا خليني احكي لكم، هلا بدي احط البصل على النار وراح ازيده كمان تقريبا كمان نص كوب، يعني بده يكون الزيت غامر، بده يكون الزيت غامر البصله عشان تطلع نكهتها زاكيه. خليكم معي بالخطوات. طبخه شوية بدها شوية تفاصيل عشان تطلع معاكي ناجحة. هاي حطيت الزيت، بدي احطها على النار على الجنب الثاني، خليها تستوي. العدس هياته على النار. هلا هون انا حطيت مي لسلق العدس، بس شايفين المي على حدود العدس تقريبا. هلا شو بدي احط للكمية هاي تحديدا، بدي احط لها تقريبا، انا ما عيرت تقريبا، يعني ما في عيار، يعني امي كانت تحكي لي فرجيني الطنجره زيدي احطي هدول لترين من المي سخنين، هاني بدي احطهم على الطنجره، يعني العدسات بدهم يكونوا يسبحوا في المي. وهي كمان لتر، وهي كمان لتر، انا بعير بهاي لانه فيها عيار لتر، كنت معيره بالطنجره وسخنتهم. وهي هاي كمان، ويمكن احتاج، انا عندي السخان على مسخن. هلا بدنا نظبط الملح يا جماعه، بنحط الملح ونشوف شو الطعمه بتطلع معانا. لازم تذوقي، حكيت بهاي الخطوات نذوقها. طبعا اكله شتويه بامتياز، دافيه كتير. هاي الملح منيح، نحط الكمون
ونحط الفلفل الاسمر والبصلة هيا على النار بتتقلى اذا سامعين صوتها، وانا بستنى بالعدس شوية يعطيني درجة حرارة غليان. خليني اطفي الكاميرا بس تغلي برجع لكم. وهلا يا جماعة رجعت لكم، بس صارت تغلي. خبط الصدر هلا بنجيب الصدر جنبنا وبنبلش نحط بالعجين البصلة على النار وشوي شوي 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 بننزل شوي شوي العجين لبين ما يستوي الدفعة الأولى. بنحرك بين ما تستوي الدفعة الأولى بنبلش بالدفعة الثانية. خليني أجيب المغرف الخشب أحسن لي، إن شاء الله الكاميرا كمان ما تطفي. وأنا هاي دايما بضلني أحكيها، وجربوها يا جماعة والله ما راح تندموا عن جد. أكلة زاكية كتير كتير. هاي نزلت هاي المجموعة، بنحط مجموعة تانية والبصلات على النار. ولا تنسوني باللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وعلى الفولو على الانستغرام. هاي كمان دفعة وتيك توك وصفحتي على الفيسبوك. شايفين ما أحلاها؟ هاي ها بلشت، ها شايفين؟ ما تخافوا من هاي العملية. وبعدين عن جد اللي بيشتغلوا، انا حكيت لكم بالنسبه لهذيك الفوتوشيني عن جد بيطلع كمان زاكي. بس اخر اشي ما تنسي تحطي على البصله لما تشقر شوي بتحطي لها معلقه طحين وبتسقطيها عليها مع التقلايه. يا عيني شو زاكيه والله، مجربه على كل الاصعده يعني، هيك وهيك جربتها. بدها تقريبا 10 دقائق بعد ما اخلص الطحين هيك تتسبك على النار. وطبعا هي فيها طحين، هلا بتمسك وبتصير كريميه، ما حلوه تكون مثل صبه البطون يعني. انا اول مره عملتها ما كنت اعرف انه امي هالقد بتحط مي، فعملتها لحالي ببيتي طلعت شو مثل صبه البطون، وانا ما بحبها هيك، بحبها تكون هيك كريميه يعني. المي اللي بهال هيك بتشد وبتضل كريمية، ها شايفين؟ وأنا جربتها لما شفت أمي رحت عندها وحكت لها يما اعملي لي إياها أشوفها قدامي أعرف كيف بتنعمل. ولا أنا اكتشفت الخطأ تبعي إني أنا بعملها مثل المجدرة، وهي مش مجدرة، بدها مساحة عشان هذا العجين يستوي وينفش ويصير معي شو اسمه، يصير معي زاكي وكريمي. أنا يعني بدي المية تكون كريمية مش تكون هيك سميكة وملبطة. انتبهوا لهاي المرحلة. هاي انا حطيت كل كمية العجين، وطبعا العجين اللي بتزيد معكم، احنا امي كانت تعجن تسوي فيها بعدين مطبق، اذا زاد كانوا يعجنوا على البركة. شوفوا هدول الطحينات راح احطهم كمان، بيعملوا سماكة بس ما تبالغوا يعني. كانوا يعجنوا على البركة، تملي التشط تبعها عجين، تعمل مطبق، تعمل ششبرك، تعمل أي إشي بزيد فيه، مش مشكلة. شايفين؟ طلعوا ولا عجنات ولا صار لها إشي. أنا يوميها شو صارت معي مثل حكيت لكم مثل صبة البطون يعني. بدها تقريبا 10 دقائق تغلي. أنا بدي أفرجيكم البصلة، هاي البصلة كمان قاعدة هي تقريبا قربت تصير شجرة. أنا ما بدي أحرقها، أنا ما بدي إياها مثل المجدرة تصير على بني، بس شجرة شجرة وبسقطها. وفي ناس بهاي المرحلة حكيت لكم بيعملوا تقلاية تومة، أنا ما بعرف، إحنا هيك بنعملها، وكل مدينة في فلسطين بتعملها بالطريقة اللي بتريحها أو متعودين عليها أو أمهاتهم معودينهم على هاي الطعمة. وفي أهلنا في غزة يمكن بحطوا لها دقة عين جرادة، ما بعرف أنا ما شفت، بس بتوقع لأنه كل إشي بحطوا له عين جرادة حبايبي أهل غزة، وطبخهم زاكي. بس كل واحد إله سبحان الله إله نكهة في طبيخه يعني، هاي كلها أذواق. شايفين؟ هلأ أنا بدي أطفي شوي الكاميرا لأني خايفة عشان أرجع لكم، خايفة الحرارة تطفي لي الكاميرا، أبعدها شوي تبرد وبرجع لكم لما تتسبك. هيك خلصت. وهلا هيك يا جماعة أنا محظوظة ببياعين الغاز، كل ما باجي بصور بكونوا بياعين الغاز بالحارة. هلا هيك تقريبا هي تشمعت، كنت بدي أستنى لبين ما يروح بياع الغاز بس ما زبطت معي. المهم عشان أفرجيكم المرحلة، هلا هيك هي استوت العجين، استوت
شايفين بتصير تقسم معاكي وخلص بتسمك وكثافتها ممتازة. هلا انت بس تحطيها بالجات البايركس او بالصحون، ممكن تصبيها بصحون زبادي لكل فرد من افراد الاسرة، ممكن تحطيها بصحون غميقة، ممكن تحطيها بالبايركس اللي بدك اياه. كانت امي زمان الله يرحمها تديرلنا اياه بالسدر، ما نشبع غير من السدر. شايفين هيك لون البصلة، شايفين كيف هاي خلص هيك جهزت، ان شاء الله ما تطش على الكاميرا. المهم نزينها يا جماعة اللي بده يزينها، انا ما بزينها ولا بإشي، بحبها هيك. في بزينوها بالسماق، في بزينوها بالبقدونس، وبزينوها بالبصل المقلي. هاي ما بتتزين غير في حالها، انا ما بزينها زي امي، بحبها طعمتها ساده ولا حامضه ولا حلوه. في ناس بحط لكم جنبها ليمون اللي بده بعصر ليمون، واللي بده مخلل وشطه وزيتون وفجل، هيك بتتاكل جنبها مقبلات وبس فقط لا غير، هي لحالها زاكيه. زبطت ملحها، زبطت كل إشي، ومنروح بس على مرحله التقديم. هيك احنا جاهزين، ربع ساعه 10 دقائق بتكون العجينه استوت وتسبكت الطبخه، ويا عيني شو هالطعمه. شايفين طلع، بدي افرجيكم القوام الكريمي، هذا ما تخافوا منه، هذا كله برجع بمسك، بس نحطها بالصحون نتركها. طبعا عشان هيك انا بحب احط بالصحون احيانا الزبادي الصغير للاطفال، لانه لما بتفتحوها هاي بتزل ميتها، فيفضل كل واحد ياكل صحنه ويخلصه. شايفين ما احلاها. هلا برجع بروح لكم على مرحله التقديم، هيك خلصنا الكامل وبرجع لكم مرحله التقديم. ان شاء الله ما اكون نسيت ولا اي معلومه بالنسبه لهي الطبخه. هيك الطبخه جاهزه وهيك بناكلها، وصحتين وعافيه. وهيك يا جماعه سكبتها، شايفين ممكن تسكبوها هيك او تسكبوها بالجات البايركس هاد، او ممكن تعملوا بالصحون هاي الفردانيه لاي حدا جاي لعندكم، ممكن تضيفوها لانه هاي كمان بوزعوها الناس عن روح الاموات، ففيش بيت بيعمل هاي الاكله الا بوزع على الجيران بالعادي. زمان كانت، هلا كورونا الناس بتخاف تاكل من بعض، فالله يرحمنا برحمته. هلا مخللات والزيتون، مقبلات، فجل، بصل، فلفل اللي بدكم اياه، كمان ممكن تحطوا بجنبها بصل زي هيك. ايدي لسه كلهم طحين سامحوني. ليمون، شطه، فلفل اخضر وفجل، كل هاي المقبلات بجنبها، وهي لحالها مقبلات وطبق رئيسي وطبق لذيذ وطبق شتوي. وحكيت لكم كل عن جد هاي ضليت لبين ما وصلت للكميات، لانه حكيت لكم امي كانت وغيرها وكل الامهات وكل الجدات كانوا يعملوها على البركه، ضليتني لبين ما زبطت معي العيارات صح، هيك عياراتها صح، اعملوها ولا غلطه، هيك ولا غلطه، اذا بتمشوا على الطريقه اللي انا حكيت لكم اياها ولا غلطه. صحتين وعافيه على قلوبكم يا حلوين. شايفين يا جماعه هاي الرشته الفلسطينيه، رشته بتجنن، طبق دافي زاكي في الشتوية. شايفين الكمية قدية طلعت معي، ما شاء الله كمية منيحة من هاي العيار اللي أعطيتكم إياه، وهاي المقبلات شايفين، هذا كله من صنع إيدي وحياة عيني. الشطة والمخللات والزيتون بتتذكروا عملناه سوا، بترجعوا للينكات بترجعوا بتشوفوا. شايفين ما احلاها كيف جمدت، هي هيك جمدت. بدكم هون بتزينوها بالسماق او بالبصل المقلي، انا هيك بحبها، او بالبقدونس. وهاي هي وصفتنا الشهيه الفلسطينيه، الله ينصر فلسطين والدول العربيه.